السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا يا رجالة. انتشر بوست شفته عندي على الصفحة، نشر واحد المفروض انه مسلم يعني، ونشر صورة من كتاب اعتقد الصف الرابع الابتدائي مكتوب فيه تفسير سورة الفاتحة، ومكتوب في الاخر ولا المغضوب عليهم ولا الضالين، ومكتوب بقى التفسير ان طبعا ده اغلب الفقهاء والمفسرين استقروا على التفسير ده، ولكن ورد فيه حديث كمان لسه مش على بالي قوي دلوقتي. المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى، مكتوبه كده. فهو بقى صاحب البوست كاتب ايه؟ كاتب بيقول وبتسالوا الارهاب بيجي منين. الناس نشرت البوست كتير جدا وبدا تداوله، وناس اعرفها انا شخصيا زعلت، طبعا ناس من اخواني المسيحيين زعلوا جدا من البوست وكذا كذا، وفي بقى ناس داخله يعني برضه ناس مسلمه يقولوا ايه ده بجد؟ ده ازاي ده بجد؟ ده مش عارف ايه، لازم نكلم الوزير. بس في حاجه، هو انا هرجع لاول سؤال اتسال، هو الارهاب بيجي منين؟ الارهاب بيجي من امثالك يا صاحب البوست، الناس اللي مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه وبتعمل المشاكل او بتسبب القلق وبتسبب مشاكل للناس عن طريق كلام زي ده. اول حاجه خلينا بس نتفق دلوقتي، انا لو سالتك سؤال واحد، ايه معنى كافر؟ ايه معنى كلمه كافر؟ هتقول لي مش انا طبعا مش موجوده، مكتوب مغضوب عليهم والضالين. ايه معنى كافر؟ كافر دي معناها يعني غير معترف بالشيء او غير معترف بالشخص. يعني انا عن نفسي انا كافر بانستغرام، كل ما واحد يقول لي استخدم انستغرام ومش عارف هتعمل ايه وتوصل لايه مش عايزه، انا يا عم مش مقتنع بالفكره دي، فانا منطقيا كافر. والدليل نفسه من القران، يعني في القران الايه اللي بتقول فاما الذي في معنى الايه الذين كفروا بالطاغوت وامنوا بالله، يعني انت دلوقتي المؤمن المفروض يكون كافر بالطاغوت ومؤمن بالله حسب انا متذكر، يعني الجزء في الايه كان بهذا المعنى. فكلمه كفر هو عدم اعتراف. ماليش دعوه انا بقى، ماليش دعوه لا بارهابيين ولا بالتلفزيون ولا باي حد فهمك ان كافر ده يبقى لازم يتقتل ولازم تعامله وحش ولازم تطرده. كل ده كلام هبل ملناش دعوه بيه، ملناش دعوه بتفسيرات العامه، يعني الناس العاميه العاديه خالص لما يقول لك ايه ده انا رزق ده كافر، ده مسؤوليته هو، دي مش مسؤوليتي انا كواحد بتكلم عربي، دي مش مسؤوليتي انا. بالنسبه لي كافر ده يعني واحد غير مؤمن بفكره. انا في مره كنت في مصر، كنت مع احد الاخوه المسيحيين، فكنت بكلمه يعني وجيت كلام على الجزء الديني، فبقول له يا فلان الفلاني اعتقد ممكن بيتفرج على الفيديو دلوقتي بيضحك، فقلت له هو مش انا كافر في عقيدتك؟ قال لي اه بصراحه اه. قلت له وانت كافر في عقيدتي؟ يلا نروح نلعب بلاي ستيشن. ورحنا لعبنا بلاي ستيشن وعادي جدا، لان ده معناه هو مش معترف، وده طبيعي. ما هو اكيد المسيحي مش معترف بان محمد نبي عليه الصلاه والسلام انه نبي، وانا مش معترف بان عيسى رب، فبالتالي خلاص انتهى الموضوع، انتهى. فانا كافر في عقيدته وهو كافر في عقيدتي، ونعيش حلوين مع بعض وكلنا متصالحين. وانا على فكره عندي اصحاب كتير جدا حتى هنا في المانيا من النصارى من المسيحيين، فيش عمرنا اختلفنا في اي حاجه، ولا هعمله وحش ولا هعمله بتمييز ولا اي حاجه. ليه؟ ماليش الحق، انا ماليش الحق، الراجل ده ما بيحاربنيش، الراجل ده هو مش مقتنع بالفكر اللي انا بعتنقه، فدي حاجه تخصه. اما معنى ان انا اقول اني انا كافر بدينه وهو كافر بديني، ده ما يدينيش ابدا اي عذر او اي ان انا اقول صلاحيه ان انا اسيء معاملته. فكره بقى ان مكتوب تفسير الفاتحه الضالين، الضال يعني ايه؟ مش الضال ده اللي هو فقر الطريق يا جماعه؟ مش الضال ده اللي فقر الطريق؟ طب انا دلوقتي انا كراجل مسلم ماشي في طريق معين، مش اقتناعي ان اي حد مش في الطريق ده هو ضال؟ يعني منطقي، دي مش شتيمه، دي مش إهانة، دي مش شتيمة، مش إهانة. أنا دلوقتي لما أنا يعني أنا بالنسبة لمسيحي، أنا هسأل أي حد دلوقتي مسيحي بيتفرج علي، أنا يا عم مش ضال في عقيدتك؟ أنا واحد دلوقتي بيقول إن محمد ده نبي وبيتبعه وبيقول إن عيسى له ابن رب وله رب، أنا في عقيدتك كده مش ضال؟ هتقول طبعا ضال. طب نزعل ليه؟ أنا أزعل ليه؟ ما أنا طبيعي، ده شيء بديهي. طيب أنت دلوقتي، وعلى فكرة الكلام ده برضو من إخوة مسيحيين كتير، اليهودي اللي حاول يقتل وفي عقيدة طبعا الاخوة المسيحيين ان هو قتل سيدنا عيسى، طب دول مش مغضوب عليهم كده؟ مش دول بيحاربوا نبي في عقيدة المسلمين ومش بيحاربوا ابن اله في عقيدة المسيحيين؟ يعني الناس دي كده ما يكونش مغضوب عليهم الناس اللي عارفة الحق وبتحيد عنه؟ ودي برضو ما تدينيش الحق ان اروح اقولك ايه قتل يلا في اليهود، مش هيحصل الكلام ده، ماليش الحق فيه، انا ماليش الحق، طالما هو ما قاتلنيش انا ماليش الحق في الكلام ده. طيب يبقى انت تزعل من ايه؟ تزعل من ايه؟ دي حاجة عقائدية، يعني كأني بقول لك انا ما بحبش السبانخ وانت رحت قلت ايه؟ شفت
ده ما بيحبش السبانخ، دي تزعلك في ايه؟ دي حاجه بيني وبين السبانخ، انت دي تزعلك في ايه؟ الناس نشرت البوست بشكل كبير جدا ويقول لك ده اللي بيعمل الارهاب. لا، اللي بيعمل الارهاب هو انك تسيب واحد انت عمال تاخد الطفل صغير وتقول له ايه المغضوب عليهم والضالين دول، ده دول الوحشين الارهابيين الاخوان المسلمين، فيطلع يلاقي بقى في صحيح التفسير ان المغضوب عليهم والضالين دي معناها كذا وكذا وكذا، بس مش هيسمعها منك، ده هيسمعها من واحد ارهابي بجد هياخده بقى يقتنع ويصدق كلامه، لان انت ما اديتلوش الحقيقه. انت كنظام تعليم او كنظام حكومي او ازهر او معرفش بقى، انت ما اديتلوش الحقيقه، فيوم ما ياخد الحقيقه من حد تاني هيتلاقيه بقى تحول لك الارهاب اللي انت خايف منه. فاللي بيعمل الارهاب بجد هو التعتيم والتضليل اللي احنا شغالين فيه ده، كل حاجة تبقى واضحة وكل حاجة ليها حدود. كلمة زي كلمة جاهل ما تستخدمش كإهانة، جاهل يعني مش عارف. كان الناس العرب بيبقى نازل بلدة يسألوه على حاجة يقول لهم إني جاهل، يعني أنا مش عارف، مش معناها بقى جاهل إهانة وشتيمة والكلام ده كله. فكرة التفسير اللي الناس فهماه، أنا آسف، تولع الناس باللي الناس فهماه. لو الناس فهمه غلط مش هقعد أنا صحح لكل واحد، انا دلوقتي عندي حاجه ماشي عليها، يعني مش هعدل تفسير القران عشان الناس فاهمه دلوقتي ان الضالين دي كلمه وحشه، ده مش هعدل تفسير القران، ده كلام جنون يا جماعه، ده كلام مجانين. بس فانا حبيت اوضح الفكره دي لان في ناس كتيره جدا مسيحيين زعلانين جدا من تفسير سوره الفاتحه اللي هو ما فيهوش اي حاجه اهانه. التفسير بيقول احنا على عقيده، المخالف للعقيده دي تلقائي هيكون ضال، واللي هيقاتلها هيكون مغضوب عليه. ايه الفكره؟ ايه المشكله؟ انا مش فاهم ايه الصعب في تفهم الموضوع. بس كده، وانا على تفاهم جيد جدا مع كل المسيحيين اللي اعرفهم وكلنا اصحاب وحبايب، ولغايه النهارده على فكره، وكل يوم بيزيد من معارفي ناس مسيحيين، وطبعا ناس عادي جدا وبتشرف جدا معرفتها، ناس محترمه وناس طيبه وبيتفرجوا عليا دلوقتي. ايه يعني؟ مفيش مشكله، ما تخلقوش يا جماعه مشكله ان لا شيء، لان ده اللي بيعمل الارهابيين، لان هيروحوا يسمعوا لبره، هيروحوا يسمعوا لناس تانية متطرفه. بس فانا حبيت اوضح النقطه دي عشان الموضوع بقى اتقلب لسخافه. في طبعا انا مش بتكلم على المسيحيين اللي نشروا الموضوع، ممكن المسيحي فاكر ان احنا بنقصد اهانه، انا بتكلم على البهوات المسلمين اللي بينشروا البوست وعلى اساس يقول لك اه شفت بقى الهات جاي منين. يا اخي افهم دينك الاول، افهم دينك الاول قبل ما تهلفط، الله يكرمك. بس السلام عليكم ورحمه الله.